تحت الرعاية السامية لجلالة الملك نصره الله تنظم ستارت اب جرو بشراكة مع ولاية الشرق وجهة الشرق الدورة الخامسة لملتقى الرواد الذي سيعرف مشاركة أكثر من 20 شيف دونتربريز وخبير مغربي ودولي من جنسيات مختلفة، أمريكا، فرنسا، البرتغال، إسرائيل، الإمارات، رواندا وإنجلترا. يتضمن الملتقى برنامج متنوع ومواضيع مختلفة اللي لها علاقة بالقطاعات الاقتصادية، الصحة، الفلاحة، التجارة، الصناعة، وكيف الرقمنة والديجيتال والتكنولوجيا كيف سوف يغيرون الواقع والمستقبل للشركات الناشئة، للمستهلك، وأيضا للجهات وللمجالات لكي تصبح المجالات لريجيون باش تكون أكثر شمولية، تكون أكثر ذكاء، وتكون فيها تحفيز للشباب. يكون فيها البرنامج ديال هذه الدورة جد غني، غادي يكونوا فيه واحد لي زاكس اللي هما داكتواليتي اللي كيتعناو بالاغريكولتور ولا تكنولوجي كيفاش غتامباكتيها، كيفاش نقدروا نحققوا لو ديفلوبمون دورابل ونحققوا لا ريزيليونس في جهات الشرق وفي الجهات اخرى في المغرب. غادي نطرقوا ايضا كيفاش اننا نخلقوا من لا ريجيون واحد ليسباس دو ريفليكسيون او دو ديفلوبمون، اي اوسي غنطرقوا التكنولوجيات الجديده اللي هي الانتيليجنس ارتيفيسيال، لاي او تي، الكلاود، الداتا، واكيد غادي نشوفوا كيفاش لو ديجيتال والتكنولوجيا والابتكارات غيرات من العالم تاع رياده الاعمال وغيرات من العالم ديال لانتربرونيا وديال التشغيل اللي ولا كيعرف واحد الاساليب وواحد التقنيات اللي هما جديده. غادي يكون معنا اكيد لي زوفيسيال ديال لا ريجيون غادي يحضروا معنا في هذا الملتقى هذا، غادي يكونوا معنا دي شيف دونتربريز ديال دي سوسيتي ماروكان ملتي ناسيونال، وغادي يكونوا معنا ايضا دي شيف دونتربريز من امريكا، من اسيا، من افريقيا، رواندا والبنان، من فرنسا وانجلترا. وهذا الملتقى غادي يكونوا فيه من غير البلاصه اللي غادي يكون فيها الدائرات لي طابلو روند، غادي يكون فينا يكون واحد الجهه، واحد الاسباس اللي غادي يكون فيه لي رونكونتر بي تو بي وربط العلاقات ما بين الشركات ديال الجهه والشركات ديال اللي جايين من كازابلانكا واللي جايين من خارج المغرب. غادي يكون واحد الاسباس ديال لو نيتوركينغ وديال لا ريفليكسيون سور لونتربرونيا مع الشباب ديال المنطقه، وايضا غادي يكون واحد الاسباس ديال ليكسبوزيسيون وديال التعريف بلي برودوي ولي سيرفيس ديال لي بارتنير ديالنا. في اطار السياسه ديال الجهويه ولا مركزيه، ارتئينا على اننا ننظموا هذه الدوره الخامسه، اربعه الدورات كلهم كانوا تنظموا في الدار البيضاء، وارتئينا على انه ننظموا الدوره الخامسه ديالنا في جهه الشرق في القطب الاقتصادي ديال جهه الشرق اللي عنده بزاف ديال المؤهلات الاقتصاديه، المؤهلات الديموغرافيه، واللي عنده دي زاغروبول 3 ديال 3 ديال المطارات، اناكس فيروفيير. بغينا نعرفوا بهذه المؤهلات، بغينا لي شيف دونتربريز و لي انفستيسور يتعرفوا على هذه المؤهلات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.